الله وبركاته. احنا النهارده 23/4 في سلسله فيديوهات فلفل الالوان الصيفي. النهارده الفيديو رقم 4 بمشيئه الله ان شاء الله. احنا النهارده متوسط اعمارنا في المعركه ما بين 30 يوم ل 40 يوم. في ناس تعدي بعد كده بشويه 44 43 يوم 45 يوم، وفي ناس تقل عن كده، انما اغلب متوسطاتنا في الزراعه بتاعتنا النهارده من 30 ل 40 يوم، يعني متوسط 35 يوم. غالبا كلنا دخلنا على مرحله او انتهينا من مرحله ان احنا كنا بنهتم بالجدر وكنا بنأسس النبات بتاعنا، والمفروض ان احنا النهارده عندنا جدر قوي، جدر احنا مأسسينه على ايدينا، نيماتوده عفن تنشيط انتشار المجموعه الجذري بتاعه في محيط بتاع وش المصطبه يكون قوي. عندنا المجموع الخضري الحمد لله بفضل الله ساق خشنه ساق محمله، عندنا ورق خشن ورق قوي ورق شديد، فهنبتدي كده كلنا في مرحله التربيه. مرحله التربيه حساسه شويه، بتبقى عايزه فنيات حساسيه، اللي بيعملها فاهم بيعمل ايه عشان تبقى ايجابيه مش سلبيه، يبقى احنا بنستفيد بيها باقل ضرر للنبات مع مراعاه الجو اللي احنا فيه. درجات حراره متذبذبه بترتفع توصل ل 35 38 40 وتنخفض تاني ل 25 28 30، مش مستقره معانا، فده استرس على النبات. طب واحنا كمان هنتدخل بان احنا نجرح في النبات، نعمل عمليه التربيه، فتجريح للنبات، فلازم نكون بحساسيه شويه. مبدئيا التربيه بتبقى اسباني او هولندي، دي ليها طريقتها وسيستمها ودي ليها طريقتها وسيستمها، وكانت بتفضل الطريقتين دول كما ينبغي ان هم بيتموا لما بكون انا متفق على تسويق كويس ومضمن التسويق بتاعي. طب نظر للظروف اللي احنا فيها وان مفيش حاجه مضمونه والتسويق مش مضمون، فاحنا اغلبنا كلنا بنعمل جزء من التربيه، ما بنتمش التربيه بحذافيرها كلها زي ما الكتاب بيقول. احنا بناخد العنوان بتاع التربيه الاسباني او بناخد العنوان بتاع التربيه الهولندي وبنقول عليه احنا ربنا. ايا كان اللي انت هتعمله بس مطلوب يتعمل بمحاذير معينه، بمعنى لو بصينا على النبات اللي احنا فيه دوت نبات من النباتات بتاعتي انا المفروض ان انا عايز اربيه. طيب النبات بتاعي دوت اول حاجه لو احنا بصينا ما شاء الله الورقه بتاعتنا خشنه، الله اكبر، ده النبات ده تقريبا عمره يعني من 30 ل 35 يوم، متوسط 32 يوم حاجه زي كده. الساق بتاعتي الحمد لله محمله وخشنه الحمد لله بفضل الله. النبات قوي الله اكبر، صحي سليم، خالي من امراض، خالي من اي حاجه. طيب انا النهارده عايز اربي، بقول لك من فضلك اي حاجه قبل ادى الساق بتاعتي طالعه من على وش الارض هتتفرع لفرعين او لثلاثه. يبقى انا هو هنا اختار ان هو يشيل فرع منهم، يشيل فرع منهم ايا كان الاسم بقى هنا اسباني، مش فارق معانا المسمى، هولندي مش فارق معانا، هو هيسيب فرعين اتنين اهو، واحد اتنين، وهيسيب وهيشيل التالت. التالت بقى وانت بتشيله من فضلك وانت بتشيله سيب فيه جزء مثلا وليكن قراط او نص قراط فيه، ما تجرحش وتشيله خالص من الام نفسها وتجرح للساق الاساسيه دي. يبقى انا اساسي في التربيه ايا كان اللي هتعمله الاسباني او الهولندي او تاخد العنوان بتاعهم وتقطع فرع، مش هنختلف على المسمى بتاعه، بسيب جزء من الفرع اللي انا هشيله قراط نص قراط قراط الا ربع زي ما تسيبه بتسيبه عشان ما جرحش الساق الاساسيه. دي واحده. طيب الثانيه من قبل التفريعه ديت بقى لحد وش الارض تحت انا عندي ورق وعندي سرطانات. طب انا عشان ما اقابلش ستريس للنبات مره واحده بعمل بشيل الحاجات دي اللي هي تحت التفريعه دي على مرتين. المره الاولانيه ديت بشيل السرطانات بس، يبقى السرطان اللي هو اللي معايا دوت اهو بشيل السرطان بس، اي حاجه قبل التفريعه فيها سرطان بشيلها بس اهي، واسيب الورق. اسيب الورق مؤقتا، انا مش هسيبه على طول، انا بسيبه مؤقتا دلوقتي ان انا بعمل حمايه. انا عملت دلوقتي التربيه بتاعتي، عملت جرح، شلت فرع من الفروع فوق وشلت السرطان واحد او اثنين او ثلاثه زي ما هيطلع معايا، هذا السرطان اهو هو شايله اهو ايا كان ما بعملش ستريس مره واحده، ما بجرحش مره واحده، يبقى بجرح على مرحلتين، بشيل الاول قلنا الفرع الثالث اذا كنت هتشيله وبتسيب جزء فيه، وبتشيل السرطان وبتسيب الورق. انا كده عملت ايه؟ جرح خفيف النهارده للنبات. بعد ما بعمل العمليه ديت بضخ ماده فطريه، رش ورقي عشان اطهر مكان الجرح اللي انا عملته سواء مكان السرطان او مكان الفرع الثالث، وبضخ بعديه بوتاسيوم فوسفايت وكالسيوم منفردين، ده لوحده وده لوحده، دوت زي نوع من المرهم او الايه نوع من العلاج للجرح اللي انا عملته. يبقى انا اول حاجه بعد ما بعمل عمليه التربيه برش قلنا مادة فطرية، تاني حاجة برش بوتاسيوم فوسفايت، تالت حاجة برش كالسيوم، وبنبتدي بقى ايه نضخ للنبات بتاعنا بقى ايه حسب انت. خلاص بقى احنا كنا الفترة اللي فاتت دي بهتم بالجد، فكنت انا في التسميد حنين وهادي شوية في، لان انا باصص تحت الجدر تحت،
طب انا النهارده خلاص بقى خدت خطوه التربيه، اصبح شغلنا الشاغل من اول ما ابتدينا عمليه التربيه ان انا هبشر امتى؟ اجري بقى النبات بتاعي. يبقى الفتره اللي فاتت انا ما كنتش بجري النبات، انا كنت شغال بتكتك وبخطط وشغال على الجدر تحت باول جدر تحت، وباخد ساق محمله حلوه وباخد مجموع خضري قوي ايا كان كبير او صغير، بس المهم يكون ايه حرش وخشن وقوي وشديد. اول بسم الله الرحمن الرحيم بتاعه التربيه دي خلص بقى، الثقافه اتغيرت هنا، وبقى كل شغل الشغل اللي جاي ان انا ازاي اجري النباتي بمعلمه بقوه، نرى ان في موجات حر، في جو مغير، جو لسه ما استقرش، هتقابلنا فيه مطبات كتيره. يبقى يوريا كتيره لا، يوريا بالاخص في اللي جاي لا. انا اصبح عندي النهارده انتخبت طلعت على فرعين او طلعت على 3 فروع، اصبح عندي ظهر عايز احافظ عليه، عايز يبقى مستمر معايا اللي هي البشائر بتاعتي، وعايز اجري النبات بتاعي. يبقى نبتدي بقى هنا شغلنا الشاغل، بنجري النبات حسب السيستم البرنامج التسميدي اللي انت شغال عليه. الزهره اللي بتقع اللي جايه ديت مش مسموح بيها تقع من خلل مني انا في التسميد، او خلل مني تسمم رش حشري، او خلل مني ان انا ما بديش العناصر الكافيه انها تبقى ثابته معايا. لازم اضخ فراش الورق برم والبنيان بصفه دوريه، لازم اضخ زنك بصفه دوريه، لازم اضخ كالسيوم بصفه دوريه، لازم اضخ بوتاسيوم فوسفات بصفه دوريه، مع التسميد بتاعي تحت اللي حسب احتياج النبات بتاعي وحسب قوه النبات بتاعي. كده اديت الزهره بتاعتي اللي انا انتخبتها النهارده واللي انا ربيتها النهارده واللي انا بحافظ عليها النهارده واللي ليها ثمن النهارده، عملت اللي عليا في احتياجاتها من التسميد من العناصر. لما تقع مني غصب عني بقى بظروف قهريه بتاعت الجو، يومين حر قوي مع بعض، عاليين قوي، شداد قوي، الحراره وصل فيهم 40 عليت عن 40 ونفرت، ابقى انا مرضي ان انا عملت اللي عليا. يا رب يكون الفيديو دوت ايجابي. بنقول لكم لو بتتابعونا من على الفيس من فضلك اعمل لايك، ولو بتتابعنا مع اليوتيوب من فضلك اعمل اشتراك في القناه. كان معكم اشرف نداوي، للتواصل متابع 0147861996. شكرا.